أخبار اليوم. هو طبعا أنا تعزمت من أستاذ مجدي الهواري اللي هو صديق ولنا علاقة قبل كده يعني، وجاي ما عنديش أي فكرة يعني، فبكتشف من النهاردة الصبح بكتشف حاجات كتيرة يعني. اكتشفت ايه هو الموضوع الاول يعني، فاهمني؟ واكتشفت الحاجه الى انتشار فكرته يعني، عشان كده في كم من الصحافه بتغطي المساله، وان ممكن يلعب دور ايجابي جدا للسياحه يعني. ده طبعا بيدي له قيمه كبيره جدا، البلد في حاجه اليها يعني. بص حواليك يعني. يعني شيء يحزن يعني، كل المباني دي لم تكتمل بعد، كل الأوض الفاضية دي، دي أزمة في البلد عندنا، جاية من حاجات كتير قوي، سياسيا اقتصاديا زي ما تحب يعني، فاهمني؟ فلابد ان احنا بنحل مشاكلنا دي ونرجع تاني، زي ان احنا بنتحارب ده اكيد يعني، مش مسألة مؤامرة ضدنا ولا مش مؤامرة ضدنا، هو فعلا مرة واحدة مصر بقت زي الشوكة في المجتمع الاوروبي وفي بتاع ده، ولكن نحن صامدون. لان السينما عموما تعاني انتاجيا اقتصاديا يعني، وبعدين يعني حتى من الطياره في اماكن رائعه الواحد بيشوفها، عشان انت تصور في الاماكن دي بكلف فلوس يعني، فحتى انتاجيا ما فيش الانتاج اللي مستعد يصرف هذه المبالغ انك انت تجيب ناس كلها وتجيب كرو كله عشان يصور. وبعدين الدولة طبعا بما ان ذكر ده طماعة يعني، طول الوقت حاسة ان كأن السينما دي بقى بتعمل ملايين، فليه انا ما اخدش انا كمان يعني، فاهمني؟ بالعكس الاماكن السياحية لازم تكون مجانا للسينما اللي انت تصور فيها يعني. دايما بتطلب ارقام يعني، فدي طبعا معضلة في تنشيط السياحة نفسها. الفيلم اترفض في الكويت ده مفهوم، فاهمني؟ اترفض في مسقط ده مفهوم اكتر، انما يترفض في بيروت ده غير مفهوم. انا ما بحضرش، بس انا عندي احلام عاوز تتحقق، بس اللي هو الفيلم الجاي. مفيش فيلم بيتعمل بسهوله، الناس بتفتكر واحد بيطلع من الفيلم يخش فيلم، ده مش حقيقه ابدا يعني. عارف كل فيلم وليه ليه سميه الشحاته، فاهمني؟ للأسف الشديد انت الواحد بيخلي للناس نشحت فلوس من هنا وفلوس من هنا وفلوس من هنا عشان تعرف تعمل فيلم، ده شيء مؤلم يعني.